سيداتي سادتي الحضور ضيوف معرض أربيل للكتاب، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجميلة المزدانة بحضوركم والمخصصة لمناقشة دور النقابات والمنظمات المهنية، دورها في العراق، تحدياتها، الإشكاليات التي تواجهها، ويعني الهدف منها سواء من خلال تحولاتها التاريخية أو فلسفة وجودها، ومقارنة ذلك بنظيراتها بالدول العربية في الشرق الأوسط وفي المغرب العربي. اليوم يسعدني تقديم السادة السيد نقيب الصحفيين الدكتور عبد العفو نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي، أهلا وسهلا بي، ونقيبة المحامين الدكتورة أحلام اللامي، أهلا وسهلا إن شاء الله، والست سميرة عاصي نقيبة الناشر، نقيبة اتحاد الناشرين أو رئيسة اتحاد الناشرين اللبنانيين، فأهلا وسهلا بهم في هذه الأمسية. راح نبدي بنقاش عام عن وضع النقابات القانوني في العراق، وسنترك مجالا للنقاش في آخر الجلسة. بودي أن أسأل الأستاذ الدكتور جبار جودي عن تحديات النقابات في العراق، خصوصا ما بعد 2003 ومقارنتها بما قبل 2003. يعني احنا صار عندنا تحول ديمقراطي، وجزء من هذا التحول هو عمل النقابات المهنية اللي تعتبر الجناح الآخر للتعددية السياسية والنشاط المدني والسياسي. نعرف أنه البنية التحتية للأنظمة التعددية هي الأحزاب في المجال السياسي، والنقابات المهنية هي فيما يتعلق بتنظيم الحياة المهنية والحرفية أيضا. أريد من الدكتور جبار جودي يسوي لنا إطلالة على واقع النقابات ما قبل 2003 وما بعد 2003. شكرا أستاذ مازن، شكرا للسادة الحضور، ومرحبا بالضيوف الكرام السيدة أحلام اللامي والسيدة سميرة عاصف. حقيقة النقابات قبل 2003 كانت تخضع سلطة الحزب الواحد طبعا على النهج المركزي للدولة. بعد 2003 تعرضت النقابات إلى كبوة كبيرة من خلال قرار رقم 3 اللي أصدره مجلس الحكم وبريمر، وعطلوا عمل النقابات والاتحادات، وسادت فوضى كبيرة جدا، لأن أغلبها تم نهبها وسرقتها وسرقة أموالها وأصولها. لكن لاحقا بعد أن خرجت من هذا القرار رقم 3 إلى قرار رقم 4 أعتقد، بدأت النقابات تبلور عملها باستقلالية ممتازة على الرغم قرار رقم 3 اللي هو حل النقابات. نعم، وتجميدها. نعم، تجميد للتذكير. والقرار رقم 4 شنو كان مضمونه؟ نعم، قرار رقم 4 شنو كان؟ الخروج من قرار رقم 3، يعني إتاحة الفرصة للعمل. احنا كنقابة فنانين حقيقة ايضا كانت خاضعة لهذا القرار، وكان هناك تخبط كبير بعمل النقابة طيلة السنوات المنصرمة. يعني آخر انتخابات جرت في 2014، وقبلها سبقتها 2010. أعتقد ب 2010 خرجت نقابة الفنانين من قرار رقم 3، لكن لم يتصدى للعمل فيها أناس مهنيين. يعني الآن أغلب النقابات مستقرة، لديها نظام إداري، لديها نظام مالي، ودوائر شبه حكومية حقيقة، مؤسسات محترمة وفخمة، إلا نقابة الفنانين العراقيين. أنا استلمت عملي فيها قبل شهرين، لم أجد أي بنية تحتية، لا للإدارة ولا للمالية ولا حتى على مستوى المكان. مكان بائس جدا حقيقة. اللي استطعنا أن نعمله خلال هاي المدة القصيرة، أنه تعرف حضرتك قانون نقابة الفنانين العراقيين مؤسسة بقانون صدر سنة 1969، لازلنا نعمل فيه مع تحديثاته، عليه أجريت 3 تعديلات.
اللي قدرنا نسويه بهاي الفترة القصيرة، أوقفنا إصدار القانون الجديد لنقابة الفنانين العراقيين، لأنه تم قراءة مرتين بالبرلمان وعلى أساس أنه يقرأ المرة الثالثة قبل الانتخابات النيابية. شنو سبب توقيف النسخة؟ بمشاكل عديدة، يعني التحديث اللي تم على هذا القانون وضع من قبل أناس أعتقد ذوي رؤية ضيقة، حتى وصل بهم الحال إلى تثبيت الأقيام المالية كاشتراكات سنوية وتجديد وانتماء داخل هذا القانون، وذلك سيجعل النقابة مكبلة تماما ولا توجد لها حرية التصرف في التعديل إلا بقانون آخر. طيب احنا راح نرجع لتفاصيل يعني الإشكاليات اللي نعم تواجهها النقابات حاليا، بس سؤال يعني الجوهري اللي أنا يعني كمواطن أو متابع، شلون يعني تصور وضع النقابة، نقابة الفنانين تحديدا قبل 2003 وبعد 2003، علما أنه المفروض بعد 2003 بسبب الانفتاح بسبب التعددية، نعرف أنه كل هذه مناخات لانتعاش الفنون بشكل عام، ليش نشوف هذه الانتكاسة؟ يعني برأيك شنو هي الأسباب، قانونية سياسية المحددات؟ حقيقة قلت لك قبل شوية، لم يتصدى للعمل النقابي في نقابة الفنانين أناس مهنيون، فتشوف انتكاسة كبيرة لنقابة الفنانين فقط، كل النقابات استرجعت وضعها الطبيعي وبدأت تعمل بمهنية عالية إلا نقابة الفنانين العراقيين توصف بأنها ميتة سريريا وغائبة تماما عن المشهد الثقافي والفني في البلد بصراحة، وحولوا النقابة إلى دكان لجباية الأموال من الفنانين، نقطة رأس سطر لا أكثر ولا أقل. لم نسمع للنقابة صوت لا في محفل ولا في مهرجان ولا في أي شيء من 2003 إلى الآن. إن شاء الله نحث الخطى بالعمل المهني لإعادة الدور الريادي لنقابة الفنانين اللي كانت مارسة قبل 2003. أشكرك دكتور جبار. أنتقل الست أحلام نقيبة المحامين العراقيين، نقيبة أعرق نقابة في العراق، يعني تأسست بالعشرينات يعني ولديها إمكانيات هائلة وحضور قوي، حضرتك شلون تقيمين يعني أداء النقابة ما قبل 2003 وما بعد 2003، التحولات شلون أثرت على عملكم؟ تفضل. بدءاً أشكر مؤسسة المدى على هذه الدعوة الكريمة وإتاحت الفرصة لنا للقاء زملائنا والدكتور جبار والأستاذة سميرة وجميع الحضور اللي أغلبهم نعرفهم. بصراحة مسألة النقابات هي فعلاً مسألة جداً مهمة، دائماً ما كانت تحاول الدول في كل الحقب الزمانية كانت تحاول الاستحواذ عليها، لذا كانت دائماً ما نلاحظ أنه قوة النقابات، متى تتقوى النقابات؟ تتقوى النقابات عندما تكون أكثر استقلالية ولا تسمح بتدخل الحكومات في عملها، لذا دأبت يعني دائماً الحكومات على أن تضع الخطط للاستحواذ على هذه النقابات. بالتأكيد كنقابة محامين وتأسيس نقابة المحامين، أنا سأتكلم عن نقابة المحامين، تأسيسها منذ عام 1933. في بداية تأسيسها كانت طبعاً نقابة قوية جداً، حيث اللي متبحر في تاريخ العراق يعرف أنه نقابة المحامين عندما أسست وأسست الدولة العراقية تم تأسيس الحكومة العراقية من نقابة المحامين، لذا كان أول رئيس وزراء هو ناجي السويدي هو نقيب المحامين ذاك الوقت، فكانت ما دائما ما الحكومات تلتجئ إلى نقابة المحامين في حالة تشكيل حكومات. إذن كانت النقابة في بداية تأسيسها طبعا كانت نقابات جدا قوية، لكن مثل ما نعرف في ظل النظام السابق حاول النظام السابق بالتهميش دور النقابة أو المحاولة من تقليل قيمتها عن طريق المكاتب المهنية الحزبية اللي كانت تسيطر على النقابات. يعني نتحدث احنا ما بعد فترة 68 يعني لو نعم. أما في الوقت الحالي أو بعد 2003 مثل ما تفضل دكتور جبار، أيضا
للأسف الشديد الحكومات اللي تعاقبت بعد 2003 أيضا نظرت إلى النقابات كأنها امتدادات إلى 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 مؤسسات حزبية، ونست بأن أفراد هذه النقابات هم مهنيين بالدرجة الأولى. لذا نقولها، وإحنا طبعا هذا أكيد يعرفه دكتور جبار، رغم ما كانت النقابات هي تحت سلطة المكاتب المهنية أو تحت هيمنتها، لكنه كثير من النقابات كانت لديها استقلالية، هاي حقيقة، لأن كل النقابات هي مؤسسة بقانون وتكون إدارتها بموجب القوانين النافذة اللي هي بموجبها تعمل هذه النقابات. لكن مثل ما ذكرت لك أنه كثير من الحكومات اللي بعد 2003 حاولت تهميش النقابات وتهميشها بكافة الوسائل، من خلال أولاً تجميد أموالها أو محاولة حل مجالس الإدارة، ثم بعد ذلك استطاعت النقابات أن تقف على قدميها، مثل نقابة المحامين. إحنا بصراحة صحيح حاولوا لكنه قدرنا بسرعة، يعني مو مثل نقابة الفنانين، إحنا بسرعة صارت انتخابات ومن ثم أكثر من انتخابات صارت، وبالتالي ما قدرت يعني الحكومة أن تسيطر على عملنا النقابي. يعني هسه اللي يؤخذ على النقابات الأخرى أنها ضعيفة، غير مدعومة، ما تمتلك هذه الإمكانيات، بس بالقياس إلى نقابة المحامين يعني يبدو الفارق كبير. السؤال، لماذا لم تستثمر، يعني لم نرى دورا يناسب شأن يعني نقابة المحامين بعد 2003؟ كان دورا منشغلا في الأداء النقابي حصرا، بالمشاكل الداخلية للنقابة حصرا، ما شفنا للنقابة دور حيوي وحقيقي من العديد من القوانين ومشاريع القوانين في المدافعات يعني الشعبية. طبعا هذا الموضوع نحكيه بعدين في سياق النقاش، بس يعني اكو كلام انه انتم دوركم مو بالمستوى اللي يناسب اسمكم وتاريخكم. هو هذا الكلام انا تحدثت به قبل ما تسأل حضرتك، قلت لك بانه تدخل الحكومي، كانت هناك عدة محاولات بتدخل الحكومي في عمل النقابات ومنها نقابة المحامين، أربكت عملها، خلت النقابة دائما ما ملتهية بمشاكلها الداخلية دون النظر الى المشاكل الخارجية. لذا يمكن احنا بهاي السنتين تقريبا حاولنا ان نخرج من نطاق العمل النقابي المهتم بشؤون المهنه الى العمل الاخر اللي هو نعبر به الى القضايا الشعبيه او القضايا الوطنيه. نحاول هسه في هذه المرحله بالذات عندنا عده فعاليات نحاول ان نثبت بها قربنا من الشارع العراقي. يمكن لاول مره احنا كنقابه محامين من تاريخ تاسيسها دخلنا في مراقبه الانتخابات، كانت المراقبة للانتخابات الغاية من عدها هو أنه نجعل المواطن العراقي يكون أكثر ثقة بالعملية الانتخابية، لأن نحن نعرف كل العمليات الانتخابية هي بيد الحكومة أو بيد الأحزاب، وبالتالي كثير من المسائل اللي ما تقدر تفصح عنها أو في تقاريرها، طبعا هذه الأحزاب دائما ما تكون مع تضليل الرأي العام. نحن كنقابة محامين استطعنا أن نراقب وأن نضع كثير من النقاط السلبية التي جرت أثناء فترة الانتخابات. عندنا مسائل جداً مهمة في الوقت الحالي، شكلنا فرق دفاع في كافة المحافظات اللي صارت بهم تظاهرات، وهذه أيضاً مسألة جديدة، يعني كانت عندنا فرق دفاع للتطوع مجاني عن المتظاهرين اللي تم. يعني حضرتك تعتقدين أنه العهد الجديد لنقابة المحامين أصبح فعالاً قياساً بالفترة الماضية؟ بعدنا ما واصل للنقطة اللي احنا نطمح لها، لكنه تحتاج إلى خطوات جريئة جدا. أرجع وأقول أنه أنا دائما ما أقولها، أقول النقابات هي ليست بجدرانها، النقابات بشخوصها. نعم. لهذا يمكن كثير من المسائل اللي تحاول الدولة أن تهمش من عمل النقابات هي مسألة تقلل من قيمتها وهيبتها وأهميتها. تقليل القيمة والأهمية والهيبة من خلال الاستسهال إلى الانتماء إلى هذه النقابات، يعني من تكون عندك أنت كل واحد بكل سهولة ممكن أن يتخرج ويحصل على هوية نقابة المحامين دون شعور. نرجع لها ست أحلام، نرجع لهذه التحديات القانونية والسياسية اللي تواجه النقابات وعملها. أثرتي قضية مهمة، خصوصا تسهيل يعني الانتماء والعشوائية خصوصا في القانون الجديد. نعم. بس خلينا ننتقل لضيفتنا، يعني ست سميرة عاصي، أنا آسف اليوم.
رئيسة اتحاد الناشرين اللبنانيين، ضيفة عزيزة على المعرض وصاحبة تجربة مهمة. نعرف أنه لبنان يعني شبيهة بالعراق، هم عندهم خوف، احنا نخاف كنا أنه العراق لا يتلبلن، وهم لديهم الآن مخاوف أنه لبنان لا يتعرقن، وهذه جزء من حبال المودة بين البلدين والأواصر القديمة. بودي أسألك ست سميرة عن حكم عملك بالوسط النقابي، شلون تقيمين يعني طبيعة أداء النقابات في لبنان، في الأزمات اللي يواجهها، الحراك المطلبي اللي تعالى بين فترة وفترة في لبنان، موقف هذه النخب من الوضع السياسي في لبنان، المحاصر، النظام الطائفي اللي يحكمكم. يعني ضيوفنا بودهم، وأنا شخصيا أحب يعني أسمع عرضك المهم بالنسبة لي. أولا اسمحوا لي أتشكر دار المدى على الظاهرة الثقافية المهمة، وتشرفت بمعرفة الدكتور جبار والسيدة أحلام وحضرتك. بالنسبة لنقابة الناشرين بلبنان أو النقابات بلبنان، الحقيقة النقابات حرة بلبنان، يعني إلى ميثاقة، إلى دستورة، إلى الدولة ما بتتدخل، إنما نحن في نقابات تابعة لوزارات معينة، يعني مثلا نقابة الناشرين اللبنانيين تابعة لوزارة العمل عندنا بلبنان، النقابات في نقابات تابعة لوزارة الثقافة، في نقابات تابعة لوزارة الصناعة، حسب كل نقابة بنقابتها. بالسياسة نحن ما بنتدخل بالسياسة أصلا، نحن فرضين كان نحن أول نقابة على كل حال بالعالم العربي ومحايدة، والدولة ما لها علاقة فيها أبدا، الدولة بس بتبارك هذا الموضوع. طبعا نتبع نظام معين هذا المعين. تمويل النقابة شنو قصدك أنه تابعة للوزارات؟ لا، بالانتخابات يعني بإشراف بس بالانتخابات، أما غير هيك لا ما بتتدخل. نحن فاصلين، لأنه إذا الثقافة بدنا نفوتها والكتاب بدنا نفوته بالسياسة كارثة. اليوم عندك إرهاب طويل عريض، ما بتلاقي ناشر كان عم بيقطع راس ولا عم يقطع أجر ولا عم يقطع، لا بالعكس، اليوم الناشر حيّد حاله عن هاي كل المواضيع وراح للثقافة فعلا. وعلى كل حال من تواجدنا بكل الدول العربية بتحس إنه الثقافة أخذ حيز كبير بعيد كليا عن السياسة، ولو كان يمكن الشخص نفسه ظاهريا عنده بس ما تشوفي هاي القصة غريبة، إنه في بلد تعددي، يبدو لبنان هو الواحد الديمقراطية الأقدم في المنطقة، أنه نشوف ابتعاد النقابات عن لعب دور سياسي كما هو الحال في بلدان المغرب العربي، في تونس المغرب وبلدان أخرى؟ لأنه المغرب العربي أو البلدان الأخرى الحكومات مع الأسف تتدخل في النقابات وانتخابات النقابات، نحن عندنا هذا ما في تدخل، لذلك النقيب هو نفسه بيقدر يحدد هذا الموضوع. يعني أنا محدد هذا الموضوع، ممنوع التدخل السياسي، وإلا نحن لو ندخل سياسيا اليوم أنت بتروح على دول الخليج وبتروح على المغرب العربي وبتروح لهون، مع الأسف اليوم، مع الأسف الشديد اليوم عم بياخدوا على الطائفة والمذهبي. اليوم أنت شيعي بياخدوك بالمعرض الفلاني، ولا أنت سني ممنوع تروح مثلا على بلد الفلاني، ولا مع الأسف. فما بالك إذا سيسنا النشر وسيسنا الكتاب، فما رح يروح النشر بقى، لازم يسكر. لذلك نحن تفاديا لهذا الموضوع، صحيح نحن 18 طائفة بلبنان، إنما قدرنا حيدنا بجهودنا الحقيقة وبالتعاون مع أعضاء النقابة، قدرنا حيدنا نقابة اتحاد الناشرين بلبنان عن الموضوع السياسي، قدرنا فتنا بالشق الاقتصادي الاجتماعي اللي هو مباشرة بعد رئاسة الوزراء، فهونيك نحن بنفرض رأينا وبنعمل اللي بدنا وبنوصل للي بدنا إياه. وطبعا بدك مين يطحش، بدك الجرأة، بدك انك تكون فعال بهذا الموضوع لتقدر تحصل على اللي انت بدك اياه، لانه اليوم النشر مع الاسف نازل نزول،
نحن لبنان ما بيمول ما بي ما يعني وزارة الثقافة عندنا ما في عندها ميزانية تشتري كتاب غير الدول الأخرى اللي هي بتدعم الكتاب وبتشتري من الكتاب وإلى آخره. أنا بتذكر ببغداد بالزمانات لما كنا نطبع لمؤلف من بغداد تشتري كانت الدار الوطنية 1000 نسخة من كل كتاب. نحن هذا بالزمانات بالزمانات طبعا عم بقول لك يعني اليوم إذا ما تكتفنا وعملنا اللي نحن عم نعمله مش معناته إنه نحن معنا رأي بالسياسة، لا أكيد أن انتقادات كتير بالسياسة بس ما منعنلها للعلن. بعدين راح نرجع في سياق البحث عن التحديات اللي تواجهكم، عن الإشكاليات خصوصا ما يتعلق بنقابات النشر واتحاد الناشرين باعتبار أنه المناسبة هي معرض كتاب دولي. أنا أرجع لدكتور جبار يعني في سياق الحديث عن أزمة النقابات العراقية. قبل شوية كنا نتحدث عن مساوئ القانون، قانون النقابات اللي تم إيقافه. ما هي مؤاخذاتكم على بنود القانون؟ وهل لديكم تنسيق مع بقية النقابات لكتابة يعني نص يلبي طموحاتكم، يعني يتفاعل مع التحديات اللي يواجهها العمل النقابي في العراق؟ حقيقة قانون الاتحادات والنقابات يمكن تتحدث بسيدة أحلام أفضل مني كونها قانونية، لكن للإيضاح لا يمكن أن تنضوي النقابات والاتحادات تحت جناح الحكومة بأي طريقة كانت، يعني لابد لها أن تظل مستقلة، هيئات تكتسب قوتها الشرعية من الهيئة العامة المشكلة لها. هذه القضية مدى يفهموها، اعتمدوا على فقرة بالدستور فسرت بشكل خاطئ وذهبوا إلى وضع مسودة لقانون يجمع كل النقابات والاتحادات. طيب يا أخي، ما هذه جهات قطاعية، كل قطاع إلى مواصفات خاصة تماما، أنت شلون كلهم تريد تحيلهم قانون واحد؟ يعني هذه وجهة نظري، وهو قانون مرفوض، وأعتقد ست أحلام توضح هاي الفقرة أكثر مني. تفضل. بالفعل هو هذا كانت أخطر قانون أرادوا تمريره في مجلس النواب، واستطعنا احنا عدة نقابات الحمد لله أن نشكل فريق ضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب، وحاولنا إيقافه وإرجاعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا القانون كانت مسودته أو مشروع تم إعداده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبغفلة حاولوا تمريره لكنه استطعنا أن نوقفه. كان هذا طبعاً من أخطر القوانين التي تمس النقابات، لأنه كانت الغاية من هذا القانون أن يضع كل النقابات تحت سلطة الحكومة. يعني أنت لو تعرف، راح أعطيك مسألة جداً مثيرة للاستغراب والسخرية في آن واحد. هل تعلمون أن بموجب هذا القانون النقابات يكون وزير العمل والشؤون الاجتماعية هو المسؤول؟ نقيب النقباء يصير يعني. يعني بهذا المعنى، يعني مثلا احنا محامين يكون مسؤولنا نقيب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. يعني اعتبروا هذا، طبعا هذا قمة الجهل في تشريع القوانين وقمة الجهل في فهم العمل النقابي، لأنه كل النقابات، وأصلا هو من الناحية المسألة هذه مسألة دولية ومسألة اعتبارات دولية، أنه عمل النقابات تقاس النقابات في مدى تدخل الحكومة بها، لا بل أنه عندما يتم، يعني أنا حطيك فد مثال في وقتها عندما بعد 2003 عندما جرت انتخابات في نقابة المحامين، في وقتها كانت بعض الأسماء وضعت عليها علامة استفهام على اعتبارهم أنهم كانوا منتمين إلى حزب البعث، فإجا قرار من أو السلطة القضائية واللجنة القضائية اللي كانت مشرفة على الانتخابات اعتبرتهم خاسرين باعتبار أنهم كانوا مشمولين باجتثاث البعث. هل تعرف أن بموجب هذا بهذا الإجراء تم تجميد عضويتنا في اتحاد المحامين العرب؟ لأن اعتبروا هذا تدخل حكومي في عمل النقابات. وفي ذاك الوقت أصدرت محكمة التمييز قراراً هاماً بأن النقابات
لا يجوز للدولة في التدخل في العمل النقابي، كان فعلا قرار جدا مهم. فحاولوا نرجع إلى القانون اللي حاولوا تمريره، بهذا القانون يجعلون كل النقابات تحت مظلة الحكومة، لا بل الأكثر من الأكثر خطورة، أنه يحق لكل 20 شخص. شوف هنا هو هنا الخطر، أو بالأحرى هو مو الخطر وإنما هو هذا شرعنا للمكاتب المهنية في الأحزاب، لأن إحنا نعرف أنه توجد هناك مكاتب مهنية في كل حزب، وهذه المكاتب المهنية تريد تشتغل وتستحوذ على النقابات لكن ما تقدر. فش حاولوا بهذا القانون أنه لكل مجموعة حتى لو 20 واحد يقدر يؤسس نقابة، وبهذه الحالة 20 شخص 20 إيه، بهذه الحالة ممكن لأي حزب عنده مكان بناية وعده فلوس وعده 20 واحد ويسوي له نقابة ظاهرها مستقل وباطنها هي مرتبطة بالأحزاب، وبالتالي سنفقد التمثيل النقابات في المجتمع الدولي والمجتمع العربي. لأن إحنا في ذاك الوقت قلنا لهم هسه إحنا هاي النقابات في حالة تأسيسها، إذا أحد راد يمثل العراق في اتحاد المحامين العرب مثلاً، أو حتى في اتحاد الفنانين العرب، أو في أي مكان، أو في اتحاد المحامين الدوليين، من هي الجهة التي ستمثل؟ هنا راح تضيع. هسه في كل العالم، هسه في كل العالم يجب أن تكون هناك جهة واحدة ممثلة إلى هذه الفئة ولهذه النقابات. بس هنالك من يعترض ست أحلام، أو يعني من ينتقدكم أنه أنتم متمسكين بالهيمنة النقابية. الدستور العراقي يتحدث عن تعددية، طبعا بحكم يعني مهنتي الإعلام والصحافة، نقابتنا أيضا تنحو هذا المنحى، تمنع وتحارب وتحاصر إنشاء نقابات خاصة بالعمل الصحفي. أنتم هذه التهم تواجهكم، الانتقادات قد تكون أقل في الصحفيين والفنانين أيضا. إذا ممكن تعلق لنا ست أحلام وبعدين ننتقل لك أستاذ جبار. أولا هاي مو هيمنة، لأنه إحنا كل النقابات تجري أو كل الإدارات اللي أو مجالس الإدارات يأتي عن طريق الانتخابات ولا يأتي عن طريق التعيين، وبالتالي يعني لا تعتبر هيمنة. لكن هي المسألة مسألة تنظيمية. أنا راح أقول لك مثل، يعني مثلا هسه راح أتكلم لك عن المحامي. إذا ما أسس 20 واحد نقابة، بهاي الحالة يجب أن تكون هاي النقابة بموجب هذا القانون معترف بها، حاول أنه هذا المحامي يراد يترافع أو التوكل، من هي الجهة التي تراقب عمل هذا المحامي؟ من هي الجهة التي تراقبه؟ إذا كانت هذه المجموعة ممكن أنه هذه المجموعة ليس لا يوجد عليها رقيب، وبالتالي هذا المحامي عندما يتوكل عن شخص وممكن أن تسلم له أموال وممكن أنه تكون بيده في مجموعة من القضايا المهمة التي تتعلق بحقوق الناس، من هي الجهة التي تراقبه أو تحاول تحاسبه في إذا ما أخل بالتزامه أمام موكله؟ ترى المسألة هي تحتاج إلى تنظيم أكثر ما هي مسألة مثل ما تفضلت مسألة استحواذ على النقابة. ناخذ تعليق دكتور جبار. هو مثل ما تفضلت ست أحلام، مجالس الإدارات يعني إحنا عندنا المجلس المركزي في نقابة الفنانين بالانتخاب، الشعب المسرحية والتشكيلية والسينمائية والموسيقية بالانتخاب، حتى لجنة الانضباط والمتابعة بالانتخاب وفق القانون. لكن القضية بعيدة عن الاستحواذ حقيقة. أنا طبعا بالقادم من الأيام راح تواجهني مشاكل كثيرة، كون أنه لم يتم العمل بقانون نقابة الفنانين العراقيين النافذ من 2003 لحد الآن بشكل فاعل، لأنه الغاية من تشكيل نقابة الفنانين العراقيين قانوناً هو تنظيم عمل المهن الفنية فيما بينها وفيما بينها وبين الجهات الأخرى. هذا تنظيم العمل يفرض على الفنان أن يكون منتمن لنقابة الفنانين ولديه العضوية، وهناك أنواع لهذه العضوية حسب عمل الفنان، وأن لا يستطيع أحد ممارسة العمل الفني في البلد إلا بإذن من نقابة الفنانين. هذه مو هيمنة، هذا تنظيم. يعني الآن طبعا وعلى مدى سنوات طويلة من هب ودب يأتي يصور أفلاما ويصور مسلسلات، ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجمعيات والاتحادات اللي متشكلة بأنظمة داخلية وليست بقوانين أكلت من جرف نقابة الفنانين الكثير.
واللي يصدر إجازة ممارسة مهنة واللي يصدر إجازة ممارسة عمل، وهذا كله ما يجوز قانونا. الجهة المختصة الوحيدة هي نقابة الفنانين العراقيين المنتخبة طبعا من الهيئة العامة. لذلك سنعمل أمامنا طبعا حراثة طويلة على تفعيل قانون النقابة لغرض تنظيم العمل الفني بالعراق، اللي صار بصراحة تساوى بي يعني مثل ما يقول المثل القرعة والشعر، كلهم حاملين لعضو عامل. تشوف الخريج والدكتور والماستر والفنان الحقيقي متساوٍ مع من دخل الوسط قبل سنتين أو ثلاثة. مسودة القانون النقابات اللي تتيح عضوية النقابة يعني للشخص عضوية في أكثر من نقابة، برأيك هذا الأمر صحي مو صحي؟ هنا القضية شوف متعلقة بالاختصاص، الاختصاص المباشر الدقيق. أنا كنقابة فنانين بصراحة عندي نوع يعني ثلاثة أنواع للعضوية. عندي عضو عامل وهو العضو الأصيل الذي يحق له الترشح بالانتخابات والتصويت وغير ذلك، وعندي العضو المشارك الذي تثبت الممارسة الفنية أنه فنان، وبعدين خلال 5 سنوات ممكن أن ينال العضو العامل، وعندي إجازة ممارسة المهنة. أكو فنان بس ما تنطبق عليه ضوابط العضوية، لا العضو العامل ولا المشارك، فنعطيه إجازة ممارسة مهنة. ومن وأكو بالنسبة للشركات والنوادي والمطاعم والكذا عندهم إجازة عمل فنية. هذه العملية وشنو كان المداخلة بس ذكرني؟ يعني المسودة القانون الحالية تتيح عضوية النقابة على العضوية أكثر من النقابة. هسه أنا عندي الكثير من الفنانين مثلاً عندهم عضوية بنقابة الأدباء ونقابة الصحفيين. عندهم عضوية بنقابة الصحفيين. شوف بالنسبة لاتحاد الأدباء وباقي الجمعيات ما مشكلة بقانون، فهذا ما يتعارض، يعني الانتماء إلى الرابطة الفلانية والاتحاد الفلاني وكذا ما يتعارض. نقابة الصحفيين عدا قانون، لكن ازدواج هو بالضبط الازدواج الانتماء النقابي، لأن أكو هناك تقارب صراحة. يعني هسه شوف نقابة الصحفيين الكثير من العاملين في الحقل الإعلامي في الفضائيات على سبيل المثال، شوف عندهم عضوية نقابة الصحفيين. لو ترجع لأساس قانون نقابة الفنانين العراقيين ستجد أن هذه المهن هي تصدر فنية إجازتها بالضبط من نقابة الفنانين العراقيين. وقلت لك إحنا راح تواجهنا مشاكل كثيرة خلال الفترة القادمة لأننا سنفعل العمل. شنو دور التنسيق بيناتكم مع النقابات ذات الصلة؟ يعني أنتم الفنيين مع الصحفيين مع يعني المهن الأخرى اللي تمتلك اتحادات، ما اكو تنسيق في هذا الموضوع؟ مو صعب مو صعب التنسيق، يعني سهل كلش. تنظيم العمل ايضا سهل اذا كان هناك تفاهم وكان هناك نوايا حقيقيه للعمل، لانه انا اعتقد ما يتعلق بالصحفيين والصحافه هو محصور بالجانب الورقي وليس الجانب الاعلامي، لانه الجوانب الاعلاميه بصراحه كلها وارده في قانون نقابه الفنانين العراقيين. أوكي. نرجع لست سميرة، نواصل حديثنا عن العمل النقابي في لبنان. يعني مؤخرا شفنا إغلاق أبواب عدد من المؤسسات الصحفية. قبل يومين النهار صدرت في بصفحات بيضاء احتجاجا على الوضع يعني الاقتصادي. هناك مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة الصياد أغلقت أبوابها، قبلها السفير، هناك العديد من المؤسسات الصحفية. يعني ألا ترين أن هناك أزمة حقيقية تواجه العمل النقابي، وأن هناك حاجة ملحة لتدخل الدولة، وبالفعل هناك مطالبات بهذا الموضوع؟ أول شيء كونه السفير سكر ولا لا، ده طبعا ما في دعم. الأول كانوا يعتمدوا الصحف والمجلات، طبعاً بدك تفرق الـ 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 الصحف والتلفزيون المرئي والمسموع، ولا بدك تفرقوا عن دور النشر.
دور النشر بجهود شخصية، ما في دولة وراها، إنما الصحف والمجلات كانت تعتمد على التبرعات من الدول وعلى الدعم الدولي وعلى عدة يعني من هون مصادر معينة. هذه المؤسسات أصبحت جزء من ذاكرة والتاريخ السياسي والثقافي يعني لهذه الدولة. في ناس مثلا السفير سكر ما بقى في عنده دعم، لأنه كان معتمد على دعم من الدول العربية، ومعروف الدول العربية اللي كانت تدعم. النهار كانت تعاقب عليها كذا حدا من وقت ما الله يرحمه توفى غسان تويني اللي هو العملاق بالصحافة، الحقيقة بلشت تتراجع المؤسسة وبطل في دعم خارجي، كان في دعم خارجي. بعدين اجى هلا الصياد والانوار والى اخره، طبعا اني مؤسسة وحده كلهم، فقرروا انهم يقفلوا لانه ما في هن اللي قالوه انه هن ما في عندهم حدا يمسك من بعضهم، لأنه ست إلهام فريحة منا مجوزة كبرتهم عند أولاد، أخواتها نفس الموضوع إلى آخره، هذه الأسباب اللي هي قالتها وأعلنتها على التلفزيون. بس ما في شك أنه في مشكل اقتصادي بالبلد على صعيد كل المهن وعلى صعيد الدولة ككل، وإذا نحن هلأ ما بنعمل رئاسة وزارة ما بنعرف وين رايحين. فالحقيقة الناشرين ما لهم دعوة بالدولة، الدولة ما عمرها دعمتنا، لذلك نحن مستقلين. شوفين يعني هنالك ضرورة لتدخل الدولة يعني عبر مساعدات ويعني إنعاش بعض النقابات اللي تواجه. ما هي لا تنعش حالة الدولة، ما هي ما ننعش حالة بعد. هلا نألف رئيس الوزارة ونعمل الميزانية ونشوف الهدف، نشوف إذا فينا نطلب من الدولة، بس الدولة عاجزة. دولة عليها 100 مليار، منين بدنا نجيب؟ ما في يعني، خلينا نكون واقعيين، وهذيك اليوم بالصحف والمجلات والقصص بتنحكي، نحن ما عم نحكي شيء جايبينه من الفضاء. هاي وضع اقتصادي على كل الدول العربية، إنما بيتفاوت بين دولة ودولة حسب. وانت تشوفين هذا الأمر يعني صحي بالنسبة للعمل النقابي؟ أكيد ما إنه صحي، بس نحن ما قادرين نعمل غير هيك، بجهود شخصية عم نقدر نعمل، وبجهود شخصية عم نقدر نوصل النشر إلى مكان ما، علماً أنه في بعض الدور طبعاً مع الأسف أو عم بتسكر أو راح تسكر، فطبيعي لما بيكون وضع اقتصادي بالبلد من هذا. إحنا بالعراق متعودين أنه ننظر للدولة يعني في كل الأزمات. لا لا، إحنا ما لنا علاقة بالدولة، انتبه. من ناحية نظرية أساساً، من ناحية قانونية تختلف. أجل ست أحلام أسألها، يعني حضرتك تحدثتي عن التدخلات في العمل النقابي، يعني منذ 2003 شفنا دخول الأحزاب السياسية، أريد أسألك عن تأثيرات الحزبية، الظاهرة الحزبية في العمل النقابي، هل هو تأثير إيجابي سلبي، والصراع الحزبي على السيطرة على النقابات، نقابة المهندسين ونقابات أخرى وحتى نقابتكم أيضا؟ أنا ذكرت لك قبل شوية، قلت لك حاولت الأحزاب بس ما قدرت السيطرة لسبب بسيط. مثل ما نعرف أن الأحزاب الحالية في العراق هي أكثر أحزاب هي مبنية على أساس طائفي أو على أساس قومي. المحامين هم محامين في كل العراق من الشمال إلى الجنوب، فكثير من المحامين يعني عندنا تعددية من المحامين، تعددية طائفية وتعددية قومية، وبالتالي ما تستطيع أي جهة حزبية منتمية أو محسوبة على طائفة معينة تستطيع الهيمنة على نقابة المحامين، لأن إحنا كنقابة محامين نحاول أن تكون البقعة الوحيدة اللي ما بها طائفية هي نقابة المحامين. يعني على الأحزاب ما قدمت لوائح انتخابية استحلام؟ نعم. الأحزاب والكيانات السياسية ما قدمت أو دعمت أبداً قوائم في انتخاباتكم؟ أبداً، حاولت في البداية وفشلت في بعد 2003، لكنه انتخابات 2006 نهائياً ما قدرت، انتخابات 2010 وتقريباً يأست وخرجت من هذه المسألة، لأن حسوا أنه المحامين ممكن أكو كل شخص عنده فد نوع من التعصب الطائفي لطائفته داخلي لقوميته، لكنه الشيء المفرح احنا كمحامين انه عندما يتم الانتخاب يكون الانتخاب على اساس مهني. وراح اعطيك مثال، يعني احنا مثلا
من طائفة معينة رشحوا على رشحوا. احنا دائما الترشيح يكون في بغداد ولكنه من كل أنحاء العراق. تشوف اللي هو من طائفة معينة مثلا، خلينا نحكيها بمسمياتها رغم أنها مسميات مقيتة، مثلا إذا كان شيعي تشوفه ماخذ أعلى الأصوات من المناطق السنية، وهذه فد مسألة وظاهرة جدا مفرحة ومبهجة بنفس الوقت، وهي تشكل فد بصيص أمل للنسيج العراقي الحقيقي اللي هو هذا. إذن كمحامين دائما ما ننظر إلى المهنية قبل أن ننظر إلى القومية والطائفية. بودي أن أسألك بعجالة، أكو صار عندكم انتقال يعني لا هو سلمي ولا هو مو سلمي بالسلطة في النقابة، وكان أكو بيتدخل نوعا ما من مؤسسات أخرى، شلون صارت وشلون توضحين هاي الملابسات اللي صارت وأنت صرتي يعني جيتي نتيجة لهذا التحول والتداول؟ انتقال أو انقلاب؟ ما أردت أقول انقلاب يعني. إحنا ردنا نرجع الأمل بالانقلابات يعني، أكو بيها مجال. بالتأكيد هي كانت لا انقلاب ولا وانتقال فعلا سلمي هو. بس هو كان يعني نموذج لي يعني التمسك والتسلط بعض النقباء في النقابات، يعني معروفين هم على المستوى النقابي، فأنتوا كنتوا نموذج مهم يعني بعث الأمل بتداول. أستاذ مازن، بتجربتنا كنقابة محامين حاولنا أن نعطي تجربة جدا مهمة ومسألة جدا مهمة، أنه ما سمحنا لأي تدخلات حتى التدخلات القضائية في نقابة المحامين. وهذه مسألة تحسب أن واني في وقتها قلت لهم للمحامين، قلت لهم ما راح نشعر بها هسه بس راح تسجل بالتاريخ فيما بعد، راح يقولون في زمن ما نقابة ما سمحت لأي تدخل راح يصير. احنا كانت شنو الانتقال، انه مثل ما تعرفون انه كان هناك قرار صادر لمجلس قيادة الثورة يسمح للنقباء بالترشح اكثر من دورتين، وبالتالي عطلت كل المواد الموجودة في كافة القوانين النقابية اللي كانت تسمح للنقيب لدورتين فقط. اكثر القوانين النقابية لا تسمح للنقيب لاكثر من دورتين. صدر قرار من مجلس النواب ألغى قرار مجلس قيادة الثورة، وبالتالي أصبحت ولكن هذا القرار الذي أصدر أو القانون الذي أصدر من مجلس النواب اللي بموجبه ألغى قرار مجلس قيادة الثورة كان بأثر رجعي، وبالتالي بحكم أنه كانت عندنا انتخابات جرت بال 2016 فاعتبروا لازم يجب ان يعني النقيب ما له حق ان يرشح من تاريخ الترشيح. انا شخصيا اقبل بالانقلابات اذا كانت تجي بسيده مثل حضرتك. فكانت انه انا كنت الوكيل وموجب القانون قانون المحاماه، انه هناك ماده في قانون المحاماه انه اذا خلى مركز النقيب يكون الوكيل هو اللي يستلم ويكمل المده مالته. فعلا كانت هناك تدخلات حاولت انه بعض الاحزاب تتدخل، لكن وقفنا بها وقفنا بوجهها مسانده المحامين واستطعنا ان نكمل، والحمد لله هاي احنا مستمرين. ان شاء الله ننتظر انه دور اكبر لنقابه المحامين في الحقبه القادمه، يعني تنتظرنا استحقاقات مهمه، ان شاء الله نشوف لكم دور اكبر بقيادتك. أشوف دكتور جبار، أسألك عن تأثيرات النظرة السيئة لبعض الأحزاب السياسية. شنو؟ النظرة السيئة في ظل سطوة وهيمنة الإسلام السياسي في العراق، ما مدى تأثيرات هذا الموضوع على مجال عملكم وعلى أداء النقابة وعلى عدم دعمها؟ طبعاً الإسلام السياسي هو الكارثة اللي أعتبرها أشد وقعاً من الزلازل ومن الحرائق ومن النكبات الطبيعية ومن الأعاصير. إذا أردت أن تفسد مجتمعاً بأكمله أدخل إليه الإسلام السياسي، فهذه النكبة أنا أعتبرها تعرض لها الشعب العراقي بعد 2003، ولازم يعني تتضافر جهود الجميع في أنه نرجع شكل الدولة المدنية العراقية من خلال الثقافة ومن خلال الفنون ومن خلال مختلف التخصصات، إن كان عن طريق العمل النقابي أو طرق أخرى. تشوف الآن أغلب مؤسسات الدولة معطلة، أغلب الأحزاب والشخصيات الإسلام السياسي يستقبلوكم
يتعاطفون وياكم، احيانا يدعموكم. احنا وينكم؟ انا صار لي شهرين استلمت، لم احقق لقاء مع احد على الاطلاق هذا الاسبوع، يعني سوى اللقاء مع رئيس الوزراء، وهذا رئيس وزراء يعني غصبا علي وعليك هو رئيس وزراء الحكومة، ما رحنا له بصفة الحزبية. وحتى لما التقينا به كنت أنا أكثر قسوة من كل زملائي الحاضرين في الحديث، لأننا نشعر بمرارة تملأ أفواهنا وتملأ أرواحنا وتملأ كل ما يحيط بنا من عملنا الفني وكل يعني. فربما هذا الأسبوع أقابل رئيس الجمهورية مع مجموعة من الفنانين، وهناك لقاءات أخرى لها مبرراتها بصراحة، لكني رغم الدعوات المتكررة من العديد من الأحزاب منذ تسنمي لمهامي في النقابة أحاول التهرب منها بصراحة، لأني لا أريد أن أحسب على جهة معينة. حتى الأحزاب ولا اللي عندها إمكانيات طبعا يعني لوجستية لن وإدارية لن ممكن لن تسألك لن أطلب معونة من حزب ما إطلاقا، يعني لأن شئت أم أبيت ستدخل ضمن نطاق الأيديولوجي لهذا الحزب. هنالك محاولات عديدة للتقرب للتطميع، لكنها كلها تجابه بالرفض من قبلنا كنقابة فنانين عراقيين. يعني ما راح نشوف دكتور جبار جودي مرشح على أحد القوائم السياسية أو عضو في حزب معين؟ يا أخي هذا الموضوع بصراحة معروض من زمان، وفي هذه الانتخابات عرض علي أيضا شخصية فنية وأحمل شهادة عليا أن أرشح ضمن أحد الأحزاب، والانتخابات اللي قبلها هذا مو شغلي إطلاقا مو شغلي يعني. لكن المشكلة أنه إحنا المفروض نتصدى ونتصدر للمشهد الثقافي والفني كون لدينا مشروع استراتيجي، واللي حصل الآن لما صارت انتخابات نقابة الفنانين اعتقدت أنا شخصيا أنه هذه النقابة مؤسسة محترمة من الممكن أن تنهض من خرابها إذا تسنت لها إدارة فاعلة ومهنية وتفكر بطريقة التخطيط الاستراتيجي، وهذا ما حصل. ويمكن لمست حضرتك دا تلمس خلال شهرين مقدار النشاط اللي دا تقوم به نقابة الفنانين رغم عسر الحال تماما. تمنياتنا بالنجاح والموفقية لنقابة الفنانين في ظل قيادتك. خلينا نفتح الباب للأسئلة، أسئلة الجمهور أعزائنا الحضور، منو عنده أي مداخلة أو تعليق أو حتى سؤال على ما طرحوه الأساتذة؟ أستاذ تفضل. شباب مايك. شكرا، مساء الخير، شكرا للمداخلات. بشكل عام ومعروف في دول وحكومات الاستبداد هي تحاول أن تجعل من المنظمات المهنية انعكاسا لتوجهاتها، إذا كانت في أوروبا وأحزاب الاستبداد، في آسيا وشرقنا المتوسط المبتلى بهذا، وبنفس الوقت تحاول هيمنة عليها وطعن استقلاليتها، ولكن هنالك عدم توضيح فيما بين المنظمة المهنية ومنظمات المجتمع المدني. هنالك محاولة من قبل الحكومات أو الأحزاب إذا لم تستطع الهيمنة على النقابة المهنية ستحاول أن تجعل واحدة موازية. على سبيل المثال نقابة الأطباء، كل طبيب أن يكون نقيبة، ولكن نقابة أطباء بلا حدود تصبح شيء آخر. ما يقال عنه هنالك التعامل في هيمنة السلطة، ولكن هنالك من النقابات من يتبرع بأدوار غير مطلوبة في التوجه لخدمة السياسة العامة. هنالك الكثير للأسف من النقابات وقياداتها التي تسعى جاهدة للوصول إلى هذه الهيئات القيادية ليس لخدمة أعضاء هذه النقابة بل تكريساً لأن ينتخبون لاحقاً. وهنالك لدينا نماذج في هذا العراق ما بعد هذا، هنالك الجمهرة الواسعة
من الأعضاء الذين لا ينتمون ولا يمتلكون مواصفات الأعضاء الحقيقيين في النقابات، ولكنهم في النتيجة سيكونون أصواتاً وقوة تصويتية. كلمة أخيرة، لا أتمنى أن يتوسع صدر الدكتور جبار للمرة الثانية اليوم. هو هذا الهجوم اللاذع على من كان في نقابة الفنانين وأنهم ليسوا مهنيين، هم مهنيون، ولكن هنالك يبدو إخفاق. وأنا أظن ليس من المروءة بشيء أن نجلد من كان سابقاً يقود عملاً مهنياً، وأنه كان هنالك إخفاق بأنه نضعه في خانة الصفر، لم يقدم نقابة الفنانين في زمن ما برغم الصعوبات. وأنا شخص كنت قريباً وكان لي رأياً في العمل، ولكنه بحكم الإمكانيات البسيطة. لذلك أنه ليس من المروءة هذه القسوة على قيادة سابقة، وأتمنى أن الدكتور جبار يعني ونقابته أن يرينا العكس. شكراً جزيلاً. تبقى وجهة نظر محترمة أيضاً، بس بيودي أنه حول مداخلة أستاذ محمد إلى سؤال. أستاذ جبار، تحدثنا سابقاً قبل كم يوم عن التداخل بين العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الأمر يتضح بشكل واضح بالنقابات الفنية والإعلامية والصحفية. شلون تجربتكم ويا هذا الموضوع، وشنو حلولكم لفك هذه التداخلات؟ شكراً لرأيك أستاذ، وجهة نظرك. أنا دائماً ما أتحدث وأقول أنني لا أتحدث عن الماضي، وإنما أتحدث عن المستقبل دائماً. والدليل على ذلك أنني لم أحاول أن أفعل أي مساءلة لمن كان قبلي في النقابة، على الرغم من التجاوزات الكثيرة والكثيرة والكثيرة. ولا أحاول هنا أن أذم أحداً على الإطلاق، لكن هنالك أسباب ومسببات. سألني الأستاذ ما هو دور النقابة بعد 2003؟ لا دور لها، لا دور لها. لماذا؟ لماذا الآن أنا قبل شهرين استلمت نقابة الفنانين ما بيها حتى الجهاز لابتوب، ما بيها كرسي وميز أقعد أوقع البريد عليهم، لا بيها نظام إداري، لا بيها نظام محاسبي، حتى رصيد بنكي ماكو، موقع إلكتروني ماكو، إيميل ماكو، تليفون ماكو. فاستلمنا عنوان وختم مكسور من النقيب السابق. هذا بشرفك، هذا انصاف؟ ما اريد اطعن باي شخص على الاطلاق، لا في الذمه ولا في الامانه ولا كل شيء، على الرغم من وجود الكثير من الملفات المتلتله، كلها راح اخليها ورا ظهري، لانه اذا اظل ابحث في الماضي راح اتعب، انا اريد اشتغل بالمستقبل. فبالنسبه لهذا التداخل، عفوا، المشكلة غياب دور نقابة الفنانين الحقيقي من 2003 إلى الآن، خلى المنظمات والجمعيات والاتحادات تأكل من جرف النقابة الكثير. يعني ذاك اليوم أنا أتفاجأ بجمعية الموسيقيين يصدر إجازة ممارسة مهنة، وهذا لا يجوز قانونا. خلينا ناخذ تعليق من ست أحلام على هذا الموضوع بعجالة. سؤال الأستاذ حول الفرق بين المنظمات المجتمع المدني والنقابات. طبعا هذا الفرق موجود في الدستور، الدستور ميز بين المنظمات المجتمع المدني والنقابات. هذا النقابات هي دائما ما تكون مؤسسات قانونية ينظم عملها قانون، القانون هو اللي ينظم عملها، في حين منظمات المجتمع المدني هي فقط عندها إجازات تأخذها من قبل الحكومة، إجازات لممارسة عملها. دائما احنا كعراقيين يعني فعلا انت ملاحظتك جدا مهمة، انه مرات الحكومة تحاول ان تقلل من قيمة هاي النقابة بان تضع رديفا لها عن طريق منظمات المجتمع المدني، لكنه بطبيعة الحال احنا كعراقيين من نريد دائما نريد الانضمام الى نقابة ممكن الاستفادة منها. فلهذا كل النقابات هي نقابات تمنح إجازات لممارسة مهنة، أما المنظمات هي ما عندها إجازات. فلهذا كل ما تحاول الدولة تقف عندها هذا حجر العثرة، هو هذا مسألة ممارسة المهنة أو إجازة ممارسة المهنة. وبالتالي كثير يقول لك أنا شنو الداعي أن أنضم إلى هذه المنظمات إذا ما كانت راح تفيدني، فيكون الانضمام أكثر هو إلى النقابات اللي مؤسسة بقانون. خلينا نأخذ سؤال ثاني. منو أستاذ حسين؟ تفضل.
يعني حقيقة ما الأساتذة أخذوا الوقتين، وقت المداخلات ووقتهم اللي هو عبر وقت الجلسة الثانية. النقطة اللي أشار لها الأستاذ زيدان كنت أود أن أعرج لها أكثر من لقاء وأكثر من حوار، يكرر الدكتور جبار ما قاله الآن وقاله بالأمس وربما يقوله بالعادة حقه، لكن لا بد من الإنصاف بأنه النقابة السابقة بدون ذكر الشخص اللي بها قدرت أن تخلي النقابة ولو خطابها وعدم قربها من أي مكان آخر أو أي جهة أخرى حددت هذا النقابة. أما الآن يتحدث لي عن منجزات إيميل وصفحة على الفيسبوك وآي كلية مو منجزات، العمل الحقيقي يبدأ بعد سنة لما يصير بس اسمح لي فد مناسبة ونشوف الدكتور جبار إيش قدم. وهذا تحدي الدكتور جبار أيضا، هذا التحدي أيضا. أما الدكتورة ست أحلام نقيبة المحامين فما أدري، تكلمت عن أنه الموضوع فقط صراع منصب وهذا سني وهذا شيعي بدون أن تعطينا ولو بادرة واحدة منذ تسلمها للموقف ماذا قدمت لما يحصل في البلاد. لا هي قالت أنه هنالك توازن. نعم حسين. نعم قالت هنالك يعني ما عندنا هذا الاصطفافات. الجلسة عنوانها النقابات المهنية، ما أتكلم عن شلون انتخبوا وشلون راحوا وشلون جوي وهذا السني انتخب شيعي والشيعي انتخب سني. يفترض هذا الخطاب الآن ما يتردد، يفترض أن تتكلم. سؤالك بالتحديد وجه السؤال بالتحديد ماذا قدمت نقابة المحامين المحامين، لا هو مو سؤال حتى الوقت ما ناخذه، ماذا قدمت نقابة المحامين منذ 2003 الآن للمجتمع العراقي للمعتقلين؟ هل شكلت لجان من عدة دافعت عنهم؟ للمتظاهرين، الرجل متظاهر السجن تألم وغير العشرات، أين الدور نقابة المحامين عنهم؟ أما إذا شكلوا وفد وراح تفاوض فالعملية ما تتعدى أيام وينتهي دور هذا الوفد. نريد نقابات حقيقية حقيقية حقيقية، مو نقابات يبدأ بس بالتصريحات الإعلانية والإعلامية والظهور والبرمجة. وشكرا. تسمح لي أستاذ بس هي هاي النقطة رجاء لأني وجه بس بعجالة أنا كنت أتمنى لو كنت موجود من بداية أبدا ما سمعت، لأن أنت لو كنت سامع لا كنت عرفت أنه شنو الحكيين وعن دور النقابة على الأقل عن نقابة المحامين وما هي المسائل اللي سوتها بخلال هاي الفترة على الأقل. بس يعني أما إذا تريدني أعيد الحكي أتمنى أنه بالتسجيل تعيد شنو الحكينا راح تعرف. وإذا كنت متابع غير جيد لما قدمت نقابة المحامين في هذه الفترة البسيطة يمكن أستاذ باسل راح يحكي لك، حتى ما مو أنا اللي راح أحكي، اللي أنت استشهدت به باعتباره هو أحد الناشطين السياسيين أو الناشطين في التظاهرات راح يقول لك ما هو دور نقابة المحامين بتوجيه من عندنا كنقابة المحامين الأم إلى كافة النقابات اللي حثت بها التظاهرات. فممكن استاذ باسم استاذ باسم مداخلتك بس بعجاله لانه انت راح تكون اخر مداخله وقتنا هو اساسا. السلام عليكم. طبعا انا اشكر نقابة المحامين كان دورها بارز في مساله الدفاع عني تقريبا خمسة اسمح لي بس انا جزء من المتظاهرين 45 محامي توكلوا الان جميع المتظاهرين في السماوه يتوكلون عنهم محامين مجانا وهذا شيء بس لكن يعني عندي اعتقد انه نقابة المحامين لازم يكون عندها دور اكبر في مسألة السياسة. الان مثلا اتحاد نقابات عمال السيارات مثلا في الولايات المتحدة الامريكية يجون السياسيين يكتبون برنامج سياسي وتختار النقابة تدعم اي مرشح. المفروض النقابات تتأثر بالبرامج السياسية بان تختار البرنامج الناجح والدعمة بغض النظر، يعني ما تتمسك بحزب او شخص معين لكن يجب ان تكون مؤثرة. الهروب من السياسة، هروب النقابات من السياسة حقيقة يحسب عليها. شكرا. المداخلة الأخيرة رجان يعني بس. السلام عليكم أولا. طبعا أنا أيضا متظاهر في بغداد، أود أن أسأل الست أحلام كم متظاهر تم اعتقاله في مدينة الشعلة، كم متظاهر تم اعتقاله في تظاهرات 20 تموز؟ هؤلاء المتظاهرين لم يلاقوا أي شخص يدافع عنهم من الاتحاد نقابات من نقابة المحامين. هذا شرط. الشق الثاني أود أن أتحدث عن موضوعة العمال الطبقات الكادحة. تحدثكم عن موضوعة أنه عدم تعددية النقابات، يجب أن تكون هناك نقابة واحدة، لكن ما نشاهده الآن هو عبارة عن 5 اتحادات لعمال لنقابات عمال العراق. أيضا نشاهد هذه الطبقة الكادحة هي الطبقة التي الأبسط أجرا والأكثر عددا، لم تلاقي أي اهتمام من النقابات العمالية الموجودة. ست أحلام نقيبة محامين يعني ما
نقيبة محامين أكيد، لكن موضوع الموضوع العام هو موضوع النقابات، فأيضا ممكن موضوع الاتحادات يختلف أيضا. بالضبط بالضبط، أنه لازم يكون صوت النقابات العمالية خاصة. شكرا جزيلا. يلا بس آخر مشاركة الأستاذ هنا انتظر. لا أنا أحكي على كيف، وعلي بن أبي طالب بالعباس اسمي، أشتي أحمد خضر. أهلا وسهلا. تعلمنا بالأدب لا الماركسة حتى ما أكذب، أكو ثلاث وسائل أساسية للتغيير كانت بوقتها، الحركة الاشتراكية وحركة التحرر الوطني وحركة الطبقة العاملة العالمية. أضيف إليها لاحقا في منتصف السبعينات المنظمات الديمقراطية. المنظمات الديمقراطية الآن أنا أيضا ضمنها هي النقابات، سوت بالعراق من التغيير ليه هسه ما أعرف، بس أتذكر سالفة بالعمارة سولفوها هيك على السريع، واحد اسمه حج حسين واحد اسمه حج محمد، جبروهم بزمن النظام يصيرون بعثية وصاروا ذولا بعثية. ورا فترة إجا مسؤولهم سأل حج حسين، قال لحج حسين إيش يعني لك الحزب حزب البعث؟ قال أبو شنو حزب البعث؟ هذا هو الماي، هو الهوى، هو الزاد، هو الخبز. سأله حج محمد، سأله قال له وانت حج محمد ايش يعني لك حزب البعث؟ قال ابويا هو حج حسين خلى شيء ما قاله، شو انتم حكيتوا كل شيء واحنا كل شيء ماكو، لا النظام تغير ولا تغير الصيغه الموجوده من تدهور في البنيه السياسيه للنظام العراقي. على هذه الارض ما يستحق الحياه. استاذ هاشتي ست احلام، اذا عندك مداخله او رد يعني قصير جدا حتى نختم الجلسه، وتوجه لها سؤال تفضل. بالتأكيد احنا عندما نعمل اي عمل معين ما قصدنا ارضاء اشخاص معينين، ولا تكون دائما اهدافنا لغايات او لغايات سياسية او حب الظهور، دائما كل قراراتنا وكل خطواتنا مبنية على اساس شعورنا بالمواطنة بالدرجة الاولى وقربنا من الشارع العراقي. اذا كان البعض انه لا غير مراقب جيد إلى ما تقوم به نقابة المحامين في هذا الوقت بالذات، فهذه مشكلة تعود إليه. لكن إحنا مسائل جداً واضحة ومهمة، وإذا كنقابة محامين في أول ما صارت التظاهرات في كافة المناطق الجنوبية شكلنا فرق دفاع، وفرق الدفاع كنت أنا متبنيتها شخصياً وكنت متابعتها أول بأول عن كل المتظاهرين اللي تم اعتقالهم واللي تم إطلاق سراحهم، وحتى يمكن إذا كنتم متابعين وأتمنى أنه اليوم تدخلون على موقع النقابة، يوم الخميس استضافيت فريق الدفاع المشكل في البصرة. فريق الدفاع المشكل بالبصرة إجانا يوم الخميس، استضافينا وكرمناهم من قبل النقابة بدرع النقابة على مواقفهم، لأنه قدمونا تقرير على عدد المعتقلين اللي تم إطلاق سراحهم، ومو بس هذا وإنما حتى زاروا عوائل الشهداء، والأكثر من هذا أنه راحوا أقاموا الدعاوي على المقصرين في البصرة. وهذه مسائل بدينا إحنا نخطو خطوات بها جدا جريئة. المسألة الأهم اللي وجهتهم بها من إجاني فريق الدفاع، قلت لهم راح يكون هذا الفريق هو فريق مراقب للأداء الحكومي في المحافظات، وعلى ضوء هذا الفريق أنه راح يعطينا التقارير، والتقارير نرفعها إلى مجلس النواب، راح يكون على بموازنة المنظمات العالمية اللي هي Human Rights Watch اللي تعطي تقارير كبيرة جداً. إحنا يعني نشتغل، وأدعو أنه قبل ما واحد أنه لازم طبعاً أنا لا يعني ما منتظرة شكر عليها، لكن أشعر هذا واجب الوطني قبل أن يكون واجب المهني تجاه بلدي. شكرا. ختام هذه الندوة المفيدة والثرية والجميلة لا يسعني سوى يعني شكر الحضور المداخلين والمتداخلين والحاضرين ومن لم يتسنى له الوقت يعني طرح سؤاله أو مداخلته. أقدم شكري لنقيب الفنانين الدكتور جبار جودي والست أحلام اللامي نقيبة المحامين، والضيفة العزيزة ست سميرة عاصي رئيسة اتحاد الناشرين اللبنانيين. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي واعتذاري.